أصلاً إحنا مبدأ من مبادئ الحرب أفضل الدفاع هو الهجوم، أفضل وسائل الدفاع عن وضعك هو أن تهاجم. لذلك هذا الشيء اللي إحنا مستعدين له. أنا شخصياً مستعد أن أكون مقاتل دفاعاً عن أمن العراق وسيادة العراق وعقائدنا واعتقاداتنا، والله مساعدك في المقاتل كما قاتلنا الإرهاب الداعش ونقاتل هؤلاء الإرهاب.